جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما فيها حبك يا غلاي جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي كيف بوصف لك شعوري صدقي حبري يا وفاي مهما رتبت المعاني تهي حرفي يا سناي كيف بوصف لك شعوري وصدقي حبري يا وفاي مهما رتبت المعاني تهي حرفي يا سناي جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا السلام عليكم حبيباتي وش رايكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين توحشتكم بزاف اليوم كما راكم تشوفوا الكابويه الحمراء ولا اليقطين كما يقولوا لها جبتها اليوم باش نديروها لاولادنا راهي رانا في الوقت تاعها وراح نديروها كعلاج للنسيان عند الاطفال وتقويه الذاكره عندهم فيها بزاف فيتامينات فيها بزاف معادن يعني اليقطين غني عن التعريف يعني بزاف بزاف هاير قد ما نقول لك الفوائد تاعو ما نقدرش يعني ما نقدرش نقول لهم لك كامل مقوت اللي يعني الناس يعني عرفوا له ولو يستعملوه بزاف الوصفات يعني يديروه يعني يديروه بزاف الوصفات مأكولات باش يدوا الفوائد تاعو اليوم راح نستعملوه كتقوية للذاكرة عند الأطفال وعلاج النسيان كما نعرفوا اختبارات على الأبواب ولادنا راح نخموا عليهم راح اليوم نديروا وصفة بزاف رائعة راح تساعدهم نبداوها أسبوع قبل ما يديروا الاختبارات تاعهم أو الفروض تاعهم باش تعطي المفعول تاعها كيما راكم تشوفوا هنايا أنا هذا يعني هذا المرسو تاع الكابويا أنا استقام لي 13000 يعني ماشي غالية بزاف يعني في متناول الجميع ماشي غالية الوغ انا واش نسحق راح نقطعها هكذا كيما تشوفوني قشر فيها نسحق 3 كيسان ونص تاع الكابويا انا دوك تشوفوا كيفاش راح نكيلها اول حاجه راح نقيها هكذا نحط هكذا لي مورسو تاعي فوالا هكذا ونسحق عندي الزبيب الزبيب الاصفر ولا ما لقيتيش الاصفر يعني يستحسن الاسود لكن اذا استعملتي الاصفر راهو عنده فائده ايضا حوالي نصف كاس الى كاس يعني ما نكثروش وما يكونش اقل ما يكونش اكثر وما يكونش اقل من هذا الكميه وعندي زوج مغارف كبار تاع السكر يعني حوالي نصف كاس اللي استخدمته في الاول تكملي تعبري به الوصفه تاعك ولا السكر ديالك الوغ نصف كاس قلنا 3 كيسان كبار تاع اليقطين يعادلوا زوج مغارف كبار تاع السكر وكاس تاع الماء وعندي ايضا الزبيب كيما هضرت لكم عليه من نصف كاس حتى الكاس ما نديروش اكثر وما نديروش اقل من هذه الكميه وعندي حبيبات تاع الجوز يعني عنده جوز راهو مقوي للذاكره ونستعملوه يعني حبيبات هكايا نرحيوهم ولا نقسموهم بالموس باش يقدروا يعني يلقاوهم دراري ولا ما حبيتيش ارحيهم ناعم بزاف هكا باش ما يبانش في الوصفه النتيجه تاعها بزاف بنينه وحلوه يعني الا ما كلوها لك راح تعتبر يعني كيش نقول لك ان كونفيتور يعني كلي كونفيتور يعني تقدري ديريها لهم في الخبز تقدري تعطيها لهم مغرف حلوه الحلاوه تاعها الطبيعيه بزاف بنينه وبزاف رائعه يعني انا وحده عجبتني ونتمنى اولادي كلاوها صراحه كلاوها وعجبتهم نتمنى انك تجربيها مع اولادك الى ما حبوش ياخذوا لك هذه الوصفه تقدري تدخليها لهم يعني في الحلويات او تدخليها لهم في الماكولات هكا باش ما تبان لهمش اليقطين هذيا الوغ نبداو في الوصفه تاعنا هنا كيما راكم تشوفوا درت 3 كيسان من هذا الكاس تاعي
وزدت السكر، درت نصف كاس منه، جاني 2 مغارف كبار تاع السكر، وهنايا كاس تاع الماء. وراح نزيد الزبيب ديالنا بعد ما كنت غسلته. طبعا شوفوا هنايا درت كاس يعني شويه، نصف كاس غير ربع، ناقص شويه ماشي حاجه. راح نحطه مع الوصفه تاعي هكذايا ونخلوهم يطيبوا حوالي 10 دقائق حتى تشوفوا هذاك الماء نشف شويه، ما يقعدش بزاف، والطيب يعني الطيب بسرعه ابتي فو، والطيب تمتم عندهاش الروح يعني تمتم الطيب. ومن بعد شوفوا هذيك هنايا راهي طابت لي، شوفوا راني نوريكم باللي راهي طايبه، ما قعدش فيها بزاف لاصوص، حتى لاصوص تاعها هذيك اللي قعدت حلوه يعني تقشي عسل صراحه. الوغ هنايا واش راح ندير، راح نجيبها في الرحيوه تاعي نرحيها، نميكسيها مليح هكذا كيما راك تشوفوا. راح نفرخها كامل غير بالعقل، فوالا نحطها. وراح نزيد معاها حوالي ملعقه من اللي عندها عسل الحر، تقدر دير عسل الحر، اللي ما عندهاش تقدر دير ربع التمر، انا درت ربع التمر، راح يعطينا ذوق رائع وحلاوه طبيعيه. وايضا نستعملوا يعني ندو الفيتامينات اللي فيه ايضا. فوالا شوفوا هذيك لاصوص اللي قعدت لي بزاف رائعه وبزاف بنينه، يعني انا الذوق تاعها جاني بزاف هايل، عجبني ما تتصوروش شحال. انا غرب التمر هاوليك هنايا مليح للانيميا، مليح للاطفال تاعنا، يغذي الذاكره، مليح للنسيان، مليح بزاف، يعني عنده فوائد لا تعد ولا تحصى. راح نزيد ندي ملعقه منه هنا، راني نتعافر مع الباطا ما حبش تفتح لي فوالا اضطريت نحبس التصوير باش نقدر نفتحها. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا حنغلقها ونرحي هذا الاخر تاعي، اليقطين تاعي نرحيه يعني حتى يترحلي مليح ونحطه. بزاف يعني جاني بنين، انا عجبني صراحه، وان شاء الله تجربوه ويعطي نتيجه رائعه للاطفال تاعنا باش يستفادوا منها اهم شيء. فوالا هنايا كان ما يعني حسيتو ماشي مرحي مليح، حبيت نزيد له فوالا هنايا راني نشوف فيه، هنايا راني زدت رحيتو يعني كملت رحيتو مور اللي شتو هنايا، يعني كملت رحيتو لانه حبيتو شويه يكون ناعم اكثر من هكا. فوالا هنايا كملت رحيتو باش ما نطولش عليكم الفيديو، هاني يعني رحيتو. هنا عندي نجيبو علب زجاجيه وراح نديرهم لداخل، ونسحقو ايضا قلت لكم الجوز، حبيبات من الجوز. فوالا العلب الزجاجيه تاعي كون بيان سور مغسوله مليح ومعقمه مليح، وراح نديرو فيها هذا المعجون تاع التمر اللي عفوا تاع اليقطين لتقوية الذاكرة والنسيان بالنسبة للأطفال تاعنا، يعني حنديرو سبيسيال ليهم. فوالا حنكمل نعمرها هكذا، هنا جاوني 2 علب، يعني أنا درت قيس أسبوع كامل باش نعطيها للأطفال تاعي. يلا دوك نزيد نجيب الجوز تاعي باش هكذا نستعمله ونوريكم كيفاش. فوالا هنا عندي حبيبات تاع الجوز، انا شوفوا 2 علبات اللي خضات ليه 3 كيسان ونص، يعني وانتم تقدروا ديروا على حساب الكاس ديالكم، يعني الكاس ديالي ما يرفش بزاف، يمكن اذا درتو كاس كبير راح يقطع لكم اكثر يعني. وهنايا جبت الجوز، عندي حبيبات يعني ما يكونش اقل من 7 حبات جوز، نرحيهم او نكسرهم بالسكين ديالنا ونحطوهم في العلبه ديالنا من الفوق، من بعد نخلطوهم.
فوالا هنايا كنت هذه العلبة الأولى، يعني باش نوريكم كيفاش هكذا نخلطوهم. كي ياكلوهم راح يجيه الجوز، يعني يجي في فمه وياكلو. وإن شاء الله تستفادوا من الوصفة تاعي، وبحثوا على اليقطين والتمر، يعني يقطين فيه زبيب، فيه الجوز، يعني فيه فوائد جد جد رائعة. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتنجحوا فيها، وربي ينجح أولادنا وأولادكم يا رب العالمين، ويحفظهم من كل بلاء ومن كل حاجة. بقوا على خير، ونتلاقاو في فيديو آخر.